العالم فسرت بإطلالتك بمنا وجر مع زميل بيير رباط. طرح عليك السؤال، هل النجوم السوريين اكتسحوا النجوم اللبنانية الشباب بالدراما؟ قامت لأيامة وما قعدت. خلينا نشوف شو جوابنا. أنا بدي أشوف أنت شو قلت من هون. ما عندي. خلينا نشوف شو جوابنا. ما عندي من هون من عندك. بدي جواب من عندك. أوكي، أنا قلت أنه أنا بحترمهم كتير للنجوم السورية وبحبهم، بس أنا بالنهاية لبنانية وما رح أطلع من اللبنانية. يعني معناتها بكل صراحة وبكل بساطة أنا ما جاوبت. لأنه أول شيء كلمة اكتساح حسيتها هيك جازمة جداً، ومثل أنه قطعت الطريق والفرص على أي موهبة جديدة. ما بدي أحكي عن مواهب الموجودة عنا بلبنان، بلس ما قلت فضلت فلان على فلان، ما عطيت كريدي لهون ولا هون، حكيت بشكل كتير طبيعي، بشكل محب للبنانية، وما تنكرت لحدا. والاشياء اللي نقالت وهالتحاليل اللي نقالت كلها كانت يعني باينه، انه مثل ما بقول مثل، يعني اذا واحد بيحبك بيحبك بيفهمك على طول، ما بيحبك لو بتقول له هاي بقول لك انت واحد لئيم شو ما حكيت. فاليوم جوابي كان ما فيه اي تقليل من شأن حدا مثل ما سمعوه، وما بندم اكيد على جوابي. وأنا بالنهاية عن جد بعد شغلي معهم للسورية 6 سنين تعلمت منهم الوطنية، تعلمت قديش هن بحبوا بعضهم وقديه هن داعمين لبعضهم وإيد واحدة. يمكن بالكواليس بيصير خلافات، بس أبداً قدام الشاشة وقدام العالم ما بيصير. يعني ما حدا استفاد على ظهر حدا؟ كيف يعني؟ يعني ما في ظروف معينة لعبت لصالح طرف معين؟ أو اليوم الكفؤ اللي موجود على الشاشة؟ شوف، أكيد اليوم الشاطر بكفي. اليوم هيدا الموجة بتجي للكل. يا بتركب الموجة بتكفي، يا بتغرقك وبتقلك بتكبك على الشط وهني بكفوا. اليوم نجوم يلي اشتغلت معهم كانت تجربة كتير ناجحة. كمان اشتغلوا مع غيري ورح يشتغلوا من بعدي كمان مع غيري، وأنا كمان رح أشتغل. الشاطر بكفي، واللي مش شاطر ما اللي بيرجعوا بيعيدوا التجربه معه وخلص، انه المنتج بيعتذر وبكفي مع حدا تاني. دونك اليوم الواحد لما بيوصل لهون اكيد بيوصل بمجهود وتعب ولانه عنده موهبه، بس اكيد كمان انه الشراكه حلوه ومهمه. اليوم اذا نجم ما في قدامه شريكه كمان شاطره بتقشطه، والعكس صحيح، اذا انا ما في معي نجم عنده تقل كمان انا بقشط. فاليوم نحن كلنا عم يعني it takes two to tango، وكلنا عم نكون إذا بدك إيد واحدة لنقدم أعمال عربية حلوة عم نطلع فيها لبرا.